المنظمة فيلايا تأتي في المرتبة الثانية والثالثة في حالة مائدة لم تسفر الطرق المؤسساتية القانونية عن أي نتيجة، سنكون آنذاك سوف نسلك النضال عن طريق الوقفات. إذن الوقفة ديال اليوم لندالها هما الجمعيات المهنية، وهي مشكورة، الجمعيات الشبابية كانت مشكورة، نادت إلى هذه الوقفة بهذه الأعداد اللي هي أعداد مهمة، وكان لنا رأي غير مباشر، قلنا اليوم الله يجزيكم بخير، الوقفة ستكون الموضوع ديالها إلا بغيتوا تنظموها هو مقتضيات المادة 59 فقط. أننا نحترم المؤسسات المهنية، الوقفة دون مزايدات، الوقفة من أجل البذلة ومن أجل حماية البذلة، وأننا جسم قوي، وأنه أي مزايدة أو أجندات معينة ليس مجالها هذه الوقفة. والمواطنين، نحن اليوم لا ننتفض من أجل أنفسنا بل من أجل المواطن والمواطنة، هذا هو بيت القصيد. لأن الملف ديال الموكل أو الموكلة ملي كيدخل المكتب فهو مؤمن بالقانون، باليمين القانونية اللي أدى المحامي على السر المهني، يحفظ أسراره، ملفاته فيها وثائق مهمة، فيها ربما شيكات وكمبيالات يعني أموال، باش يجيو يمسو بحرمة هاد الملفات. تخيل شحال من مواطن مواطنة غيتضرر، شحال مواطن مواطنة غيضيع لهم الوثائق ديالهم أو يضيعوا الأموال ديالهم، لأنه هذاك المكتب ماشي بيته الخاص، ماشي هذيك الملفات شأن خاص له، هو شأن عام، كيمسو بالعدالة، كيمسو بحقوق المتقاضين والمتقاضيات، هذا هو الخطير. لو كان الأمر فقط يقتصر على المحامي في بيته لما كان هذا الاحتجاج بهذا الشكل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.